لحساب الجولة 21 أمامنا احتفالات تاريخية من جماهير المدريدية بالكرة الذهبية العالمية لكريستيانو رونالدو. يوم تاريخي، يوم غير عادي في تاريخ الريال. بعد فابيو كانافارو في 2006 يأتي كريستيانو رونالدو في 2013 يولعها في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو. أمامنا الفتى الذهبي للكرة العالمية كريستيانو الخطير رونالدو القدير. الأجواء احتفالية كبيرة جدا، من منا لا يريد أن يكون معه دي ستيفانو أو كان معه بوشكاس أو كان معه غيره من الأسماء اللامعة في تاريخ الميرينكي الملكي ريال مدريد.